الفنانين تحديدا بيكون ليهم تأثير بشكل إن كان مباشر أو غير مباشر حتى على المجتمع وعلى الشباب. طب هرجع لدكتور عمرو مرة ثانية، مراحل التدريب بتكون عاملة إزاي؟ معايير الاختيار بتكون عاملة إزاي؟ أصلا التقدم للاشتراك في الكورال بيكون إزاي؟ هل الطالب هو اللي بيتقدم ولا أنتوا مثلا بتدوروا على موهبة معينة؟ كل ده بيحصل إزاي؟ هقول لحضرتك، إحنا بنشتغل في الموسيقى والكورال أو النشاط ده في الجامعة بحب رقم واحد. أنا أكيد بنحب المكان ده جدا جدا، وكمان زي ما ذكر أستاذي العزيز وبقول زميلي هو أستاذي طبعا الدكتور دي عبد الكريم، إن إحنا بنحصل على دعم يعني غير محدود. فالدعم ده بيخلق عندنا مناخ صحي جدا لممارسة الموهبة. والله أقول لسيادتك على حاجة ممكن يكون ليا أنا شخصيا كمان يعني، وطبعا للطلبة، إن إحنا إن أنا شخصيا بتشرف بوجودهم يعني معايا، وأنا ببقى مبسوط جدا إن هم موجودين معانا طبعا. فإحنا عشان بنشتغل بحب بنبقى حريصين دايما نفضل ننقب عن المواهب، واشوف اي حد بحس ان هو عنده موهبه على طول احاول اتواصل معه، وطبعا ان استدعيه ان هو يجي معانا ونقعد معاه. وطبعا هو لما بيجي بيشوف المناخ الصحي ده على طول بيبادر بالمشاركه ويقعد وياخد يحجز كرسي ليه وينجح كمان. على فكره انا عندي فريق الموسيقى على مدار الخمس سنين اللي فاتوا من بدايه التدريب عندي تقريبا 4 معيدين خرجوا من عندنا. يعني انا عايز اقول يعني ايه معيدين، يعني دخولهم النشاط ما اثرش على دراستهم، بالعكس ده هم كمان كان عندي نماذج كانت مستواهم الدراسي متواضع، وبعد دخولهم والنشاط اللي عندهم طلع وتوجه صح تفوقوا دراسيا. صحيح، خرجوا طاقتهم فبقى عندهم مساحه انهم يقدروا يستوعبوا بشكل اكبر. الى جوانب اخرى يعني هقولها لسيادتك، ولكن بعد كده احنا بنعمل المسابقه، وبعد لما بنشوف المسابقه يعني كل اللي بيجي لي ما بقولوش انت ما تنفعش. اي حد بيجي لي ليه مكان، طالما هو جاب قالته وجالي ليه مكان موجود، ودي طبعا تعليمات ودي سياسه الجامعه عندنا في اداره المشروع. حتى لو مستواه بسيط جدا خلاص، طالما يعني هو طالما جه عندي انا احترم يعني وجهه نظره ورغبته في انه يجي يشارك عندي. تمام، احنا عندنا فريقين، في فريق الجامعه اللي هو بيدخل المسابقات القمميه الكبيره زي مثلا مهرجان ابداع، اسبوع شباب الجامعات، الملتقى المختلف على مستوى الجامعات اللي بتنظم كل سنه، وعندنا كمان مركز الفنون. مركز الفنون هو مركز يعني أسسه وزارة الشباب والرياضة في كل الجامعات. بناخد الطالب اللي في سنة أولى وتانية، نبدأ اللي مستواه مثلا 10% نبدأ نعلى معاه سنة. في طالب 10% ممكن يوصل معايا ل 90% تخيل سيادتك في سنة بسبب المناخ الصحي اللي موجود عندنا في المكان. وبعد كده بنبدأ إن احنا نعمل بروفات بشكل مجموعات صغيرة، وبعد كده بنبدأ نكبر المجموعة لغاية ما اكتمل على الفورميشن اللي هكمل به السنة. تمام؟ بنكتب النوت الموسيقية وكل طالب بياخد النوتة الموسيقية بتاعته، إلى جانب إن أنا بكتشف إن أنا عندي طالب ممكن يكون عنده موهبة التأليف الموسيقي. يعني أنا عندي هنا طالب في هندسة بيعزف على الكيبورد ومن المتفوقين طبعا ما شاء الله، وبيحب التأليف الموسيقي، وإحنا بنعمل بروفات كده فاجئني قال لي يا دكتور أنا ألفت حاجة كده تيمة صغيرة. قلت له النهاردة؟ هنسمعها النهاردة بالفعل. قلت له ما تيجي نجرب كده قاعدين مع بعض كطلبة يعني بعيد عني، يعني ده برضه كان شيء أسعدني جدا إن الولاد قدروا ان هم يقعدوا مع بعض، يعني برضه هم طلبه وطالب في طب وهندسه واداب وتربيه والكليات المختلفه، وفي نفس الوقت عنده حب للموهبه بتاعته، مش مجرد بس ان هو يعزف، لا ده بدا يدخل في مرحله ابداع يعني ايه ابداعيه اكثر احترافيه ان هو بدا يالف. بنبدا ان احنا بقى نشجعه، نبدا ان احنا نوجهه بشكل بصوره صحيحه على قد ما نقدر. يعني كورال مش فقط غناء لكن كمان عزف وآلات مختلفة وغناء. وايضا تأليف زي ما حضرتك قلت بالزبط. يعني في كمان موهبة موهبة تأليف هنسمع النهاردة المقطوعة اللي حضرتك قلتها، والحمد لله احنا يعني بنشتغل في بيئة أسرية كويسة جدا. الدكتور ضياء طبعا بيشتغل مع الكورال دايما، وفي الحفلات بتبقى دي بقى يوم عيدنا، بتبقى عندنا عيد والولاد كلهم بيبقوا فرحانين، وبأكد على نقطة دعم الأهل طبعا الولاد. دي اكيد لولا دعم طبعاً. الاهل واهالي اولادنا يعني وشباب بتوع الجامعه الفريق ما كناش هنقدر ان احنا نحقق كل الحاجات ويساعدونا في تنميه المواهب بتاعه الشباب.